دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل الأول: اللاهوت المعتقد المستخدم في التبشير أي التنصير. الجزء الخامس: أساسيات التبشير في الكتاب المقدس. يعتقد المسيحيون من الطائفة البروتستانتية أن الكتاب المقدس يؤكد على أهمية التبشير والإرساليات. لا بد من الجهاد ليصبح المبشرون احترافيين في نشر الإنجيل. خدمة الله مهمة جدا بالنسبة لهم، وهي أساس عبادتهم. في الوقت نفسه يحاول المبشرون تفادي التمييع والتساهل في الدين، كما هو في اللغة الإنجليزية syncretism، حتى يعطوا مضمونا جيدا للكتاب المقدس contextualization. فأي شيء يعمل لابد أن يكون وفقا للكتاب المقدس. وقد أكد أندريس كوستنبرغ في جامعة اللاهوت المعمدانية الجنوب شرقية South Eastern Baptist Theological Seminary على نقاط مهمة جدا، وهي: أولا، ينبغي أن تبنى أهداف رسالة الكنيسة على التأكيد على السلطة الكاملة والوحيدة من الكتاب المقدس. وما دامت قناعات الكنيسة بشأن البعثة واستراتيجياتها تعتمد على نصوص الكتاب المقدس، فإنه سيتم تحوير هذه الأفكار التبشيرية وممارساتها. ثانيا، ينظر الكتاب المقدس في العهد الجديد من حيث الإشراف والمسؤولية. فعلى سبيل المثال، ينصح بولس تيموثاوس بحراسة الودائع جيدا من الإنجيل، كما في تيموثاوس الثانية 1:14: احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. ثالثا، بينما على المبشر أن يكون أمينا في عمله طبقا لأساسيات الكتاب المقدس، فلا بد أن يكون مرنا بالنسبة للطرق. قد تؤدي خدمة التبشير servant evangelism إلى التأثير على عامل التفتح والقبول لدى الناس في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن غمر الناس بالعطايا المجانية كالطعام واللباس ومساعدتهم من الناحية الصحية يشعرهم أنهم يدينون للمبشرين بشيء ما، وأفضل طريقة لهم لسد الواجب هو قبول رسالتهم التبشيرية. ولكن مع ارتفاع مستوى المعيشة والمساعدات التي تقدمها الحكومات والتوعية الإعلامية لهم، أصبح من الصعوبة أكثر لدى المبشرين لكسب آذان صاغية للإنجيل. لذلك يحاول الكثير من المسيحيين بناء علاقات ودية بطرق معينة لكسب الناس. تربية المبشر. من خلال قراءتنا لإنجيل مرقس الإصحاح العاشر عدد 17 إلى عدد 31، نجد النقاط التالية: أولاً، حتى يصبح المسيحي تلميذ أو مبشر، فهذا يتطلب تضحية باهظة الثمن لحياته خلال التوبة أو التربية والإيمان. ثانياً، يمكن النظر إلى خدمة التبشير كتطور ونمو روحي وتلمذة تبدأ بالتحول إلى المسيحية أي العبور، وهو مثال الصراع ما بين الجسد والروح. ثالثاً، عمل التبشير سببه الكتاب المقدس، فكلمة الله تعلم أن الله هو المبشر الأول للبشرية الذي نادى بالأخبار السارة للإنسان الساقط، فأعطاه رجاء بالخلاص، وهذا ما يسمى الخلاص البدائي Proto Evangelion. وفقا لللاهوت المسيحي، أن خلال صفحات الكتاب المقدس كاملا نرى أن الله لم يهتم فقط بخلاص اليهود، وإنما اهتمامه كان يصب في الحضارات والأمم الأخرى لتمجيده. رابعا، يؤمن علماء اللاهوت أن نقطة التحول في الخلاص مصاحبا لما يريده الله من المسيحيين. فمثلا، عندما رأى بولس الرؤيا على طريق دمشق، كانت رؤيته واضحة ونداءه من الله كان للخلاص والخدمة.
وإن أمر يسوع عيسى العظيم هو الذهاب إلى جميع الأمم وتلمذتهم، وهو ما يسمى بالمأمورية العظمى The Great Commission. ونجد هذه المأمورية العظمى في متى 22 عدد 33 إلى 40، وهي لا تقتصر على القانون والأنبياء في حفظ هذه الوصايا، بل إنها تدل على التبشير عندما يصل المسيحي إلى مستوى حب يسوع المسيح، فيشتاق أن يمجد إلهه بالتبشير ورؤية الأمم تقع على ركبها ساجدة وعابدة له. خامساً، ليس الجميع يذهب في إرسالية تبشيرية، فيعتقد المسيحيون أن الله لا يدعو جميع المسيحيين للذهاب، فهناك من يرسل وهناك من يرسل، فإذا ذهب الجميع للتبشير فمن سيرسل يصلي ويتابع خدمة بلده؟